شيبا، بولكادوت، دوتش كوين، بيتكوين، سولانا، تسلا، فيزا، ماستر كارد، هادو كاملين غادي نشوفو هاد الفيديو هادي. خليكم معايا ما تمشيو فين. يو جايز، شي وحده قالوا لي توحشت الانترو ديالك امير اللي هي دي طونجور لي زامي. جيسبر كو فوز علي بيان دو ما بار جو في تري بيان. الحمد لله نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. متحمس بزاف على هاد الفيديو هادي لان غادي نشوفو بزاف د الحوايج، غادي نتعلمو بزاف د الحوايج، كريبتو، اكسيون، كلشي. اوكي، حاجه اخرى اللي زاد كتحمساني هي التفاعل ديالكم في الفيديو الاخر، عجبتكم بزاف كنشوف القناه كتطلع. هادي اول فيديو من مورا لي 100K، هنيئا لنا وشكرا لكم التشجيعات ديالكم وحيتاش وصلتونا لهاد العدد ديال المتابعين. كنتمنى نبقى ديما نحط لكم محتوى اللي غادي يعجبكم. فرحت بزاف صراحه اللي متبعني الانستغرام، راه شنو الفرحه ديالي اليوم تاع شي دخل دابا. المهم بغيف ما نتعطلوش، ندوزو ديريكتومون لشنو وقع كيف العاده. غنشوفو الجرافيك، لي نيوز لي طراو، اي لي ريكومونداسيون اولا النصائح اللي غادي نعطيكم في هاد السيمانه اولا السيمانه الجايه. بلوس دو سا جايب لكم عمله جديده اللي خاصكم تانفيستيو فيها قبل 4 في هاد الشهر هذا، لان غتوقع شي حاجه مهمه. دونك جايب لكم واحد سبيسياليست في هاد العمله هادي، تا هو ديال الكريبتو موني، هو اللي غادي يفسرنا هاد البلان هذا. اوكي، دونك صافي دابا على بركه الله نتشوفو من بعد الاعلان ديالنا. سيو ماركت كتعرفوه، محتاج كاع نعرفو لكم ولا هذا بروكر موثوق، بروكر الشخصي ديالي بالنسبه للناس اللي انتريسي بالجولد، الاسهم، بالفوركس. لكن تي باغي اسامه يعيط لك تقيد في الرابط اللي لتحت، اون فوا تقيد فيه هو غادي يعيط لك، غادي يعاون تحل الحساب ديالك، يفايد الوراق ديالك. لكن تي ما كتعرفش التريدي ممكن يعاونك تعلم تداول، كيدير معاكم ان كول تيوريك كيفاش دير في المنصه ميتا تريدر، داكشي كامل. المهم غادي يعجبك الحال. دابا ندوزو الجرافيك ديالنا. اوكي، نبداو بالكريبتو موني محبوب الجماهير. دونك كما كتشوفوا معنا الجرافيك ديال البيتكوين. اوكي، دونك ما درنا حتى شي حاجه، بقى التحليل ديالنا كيف ما هو السيمانه اللي فاتت. مشى وفق التحليل، دار فورما هاد دوبل في هذا كيف ما كتشوفوا، دابل بوتوم في هاد لو سيبور هذا. الوغ انا كندير تحليل، مازال التحليل حد الان زعما ديالي قائم زعما، فمازال كنقول يقدر يهبط لهاد المستوى هادي ديال 52 50000. انا مخلي هاد الساعه، الا كان زاد طلع دونك هنايا غادي نكون خسرت. اون توليكا كيف ما كنقول لكم، ما كاينش خساره وخسران وربحان في هاد الشيء، لان هذا غير تحليلي. هادشي كنا درناه افون ملي كان لو بخي هنا، يعني غير تنتصورو فهمتيني. مي غادي نبقى مهولدي على حسب التحليل ديالي، تنقول بوتيتخ ملي غادي يعاود يقيس هنايا يزيد يهبط شويه عادي، يبغي يكسر لا ريزيستونس الكبيره هنايا. دونك حاليا ما كاين ما يدار. بالنسبه للناس اللي كنت قلت لكم المره اللي فاتت دخلوا في هاد الجهه هادي، كنظن انكم راكم دخلتوا جوج مرات هاد الجهه هادي وهاد الجهه هادي، وغتكونوا خديتوا الارباح ديالكم، مبروك عليكم. بالنسبه لي ما دخلش، بقى كيساين وقعت تساين. الوغ دونك بالنسبه للبيتكوين ما كاين حتى شي جديد زعما. الحاجه اللي كنلاحظوها هو تيحتار لي نيفو اللي رسمنا، وتيخلينا نعرفوا فين ممكن البري يمشي. هادشي تنعاودو نعاودو نعاودو نعاودو، لان هادشي هو اهم حاجه. دونك كيف ما كتلاحظوا كيبقى البرايس محصور ما بين هاد جوج الخطوط هادو، ريزيستنس ديالنا وسيبور ديالنا. حاجه باينه، ما كاين حتى شي اضافه، ما كاين حتى شي موديفيكاسيون. بالنسبه لي لو بري كيف ما درنا هو طلع في هاد الجهه هادي، وهنايا غادي يعاود يهبط. ممكن يكسر هادي ويوصلت لهنايا، اولا ممكن يحبس غير هنايا ويعاود يطلع. دونك انا تنقول يقدر يزيد يهبط حتى لهنايا. المهم حنا غادي نشوفو من بعد ان شاء الله شنو كاين. بالنسبه لي انا شخصيا الحساب ديال الهولدينغ هو اللي مازال فيه البيتكوين، ديال التريدينغ راني حابس ما درت فيه حتى شي حاجه. تذكير سريع بالنسبه لهذا الامر هذا اللي كنت قلت لكم، دائما ديروا حساب ديال الهولدينغ يعني اللي غتبقى شاد فيه الكريبتو موني المدى البعيد، وحساب ديال التريدينغ اللي غتبقى تريدي فيه تداول فيه الكريبتو موني باش تاخذ الفلوس وتخرج تربح تدخل. المهم داكشي دغيا يعني ممكن كاع تعيش به، اما الهولدينغ راكم فهمتوا شنو هو المقصود ديالو. دابا كنظن بان البيتكوين ساينا منه، غادي ندوزو للشيب، وهذا هو اللي كنت لي زعما كنت متحمس بزاف نشوفو لكم. انا الاناليز ما درت فيها حتى شي حاجه، خليتها خاويه باش غنديروها اونصومبل. الوغ غادي نتعلمو بزاف د الحوايج في هذا الفيديو هادي، في الحساب، في التحليل الفني. اوكي، دونك هنايا اش كنشوفو؟ كاين بزاف ديال الشارت باترنز، ما عرفتش كيسميهم بالعربيه، واحد اشكال كيتعاودوا بزاف في الجرافيك. دونك هنايا عندنا واحد الشكل، الا كنتو عرفتوه حبسوا الفيديو وبطل تحت الكومنتير، ولي معلم غادي يعرف اين شارت باترنز كنهضروا عليها. دابا رجعوا للفيديو، دابا غادي نكملوا التصحيح ديال التمرين. الوغ عندنا بما يسمى بالفلاج. اوكي، دابا عندنا الفلاج ديالنا، غير هو الفلاج فيها بزاف ديال الاشكال. غادي نحاولوا، ما يمكنش دابا حاليا انا كتبان لي في عيني هنايا، قدر نتوما كمبتدئين ما تبان لكمش. دونك اللي كنصحكم به دائما هو خاصكم ترسموا في الجرافيك، ترسموا في الجرافيك باش تعلم وخرمز تتلقاه هو هذاك. اوكي، دونك اول حاجه كنديروا في الفلاج
في الباترنز ديال الفلاك هي كنرسموا العصيه ديال الرايه. يعني الرايه شكون كتكون باش كتكون مكونه الرايه ديال هكا الرايه ديال البلاد كتكون مكونه من عصيه وفيها داك الثوب اللي خارج منه الرايه. اوكي دونك اول حاجه كنرسموا هي ديك العصيه غادي هي كما كتشوفوها كاينه هنايا كنشطوا من الفوق حتى لتحت. اوكي ماشي بالضروره تجي متوازيه مع دوك الشبعات المهم العصيه تو سامبلومون مابقاوش نكومبليكيو لي شوز. اوكي عمرنا ما غادي نلقاو شي اكزومبل لي واضح وغادي يجي فيه 100% الشكل صحيح. اوكي دابا غادي نرسمو داك الرايه ديالنا. غير هو خصكم تعرفوا بان الاشكال ديال الفلاك فيهم جوج الاشكال غنحاولوا نمشيو ديجا وجدتهم لكم باش ما نضيعوش الوقت. كاين هاد البوليش بيننت او البيريش بيننت اللي تيكون داير على شكل مثلث وكاين اللي تيكون داير على هاد الشكل هذا تيكون مستطيل يعني تيكون داكشي متوازي. اوكي كاين البول فلاك بير فلاك وكاين بوليش بيننت وهادو جميعين كلشي. اوكي حنا اللي عندنا في الاول انا صراحه كنت كنحلل كنضغط كنحاول كاين صراحه واحد الميكس ما بين سميتو البول فلاك والبوليش بيننت يعني ما عرفنا واش متوازي اولا مثلث. سي بوغ سا نقول لكم خاصكم ترسموا باش تعرفوا شنو كاين. ديجا باش تعرف الفرق ما بين هادي وهذا واش تعرفوا واش يعني واش بوليش اولا بيريش. كنعاود نذكر بوليش هي غتطلع للفوق يعني الثمن غادي يصعد للفوق وبيريش هي غادي يهبط لتحت. خصنا اول حاجه نعرفوا واش بوليش اولا بيريش. الوغ الفرق فين تيكون هو هنايا هنايا بالضبط كتكون العصيه ديال الرايه ديالنا كتكون جايه من التحت وطالعه للفوق. اوكي هنا كنعرفوا بان نورمالمون لو بري غادي يهرس وغادي يطلع للفوق سهله. والعكس صحيح كتكون العصيه ديال الرايه كتكون جايه من الفوق لتحت يعني لو بري غادي يهبط يعني حتى ملي غادي يكسر ديك لابارتي اللي حنا فيها غادي يهبط لتحت. في لوكا ديالنا هنايا حنا في الجرافيك ديال الشيب يو اس دي لو جرافيك طالع وعندنا العصيه هنايا كيف ما كتشوفوها طالع للفوق يعني من التحت للفوق دونك بوليش فلاك. اوكي هنا تيخصنا نحددو واش غادي تكون متوازيه يعني اولا مثلثه. غادي نجيب اسهل حاجه غادي نجي نرسم رسم الخطوط ديالي وغادي نعرف هنايا كنشوف كاينه بحال هكا نشوف كاين هنايا متوازي هنايا. اوكي ها هو هنايا غنشوف واش متوازي شي حاجه لا ما كايناش ما متوازياش يعني بري ما قايش هنايا. اوكي دونك غادي يكون مثلث نورمالمون غنحاولوا نادابطيوه هكا كنديروا هكا خصنا تعرف دونك غادي يجي مثلث غادي نحاولوا ناخذوا لو ماكسيموم ديال النقط اللي كيتقاس فيهم داك الكاندلز ديالنا. اوكي كنظن هكا غادي يكون حتى هذا غادي يعاود يتبدل غادي نحاولوا نزيروه هنايا كنظن بحال هكا كافيه مزيانه. ها هي قيصه هنا وقيصه هنا وقيصه هنايا يعني هنايا غادي ننتظروا واحد واحد الكسر في هاد الجهه هادي نحاول نشوف واش ممكن نرسم هنايا شوف واش غيخدم هذا. الوغ هنايا غادي نحاولوا نسينو الشمعه ديالنا تخرج يعني تحاول تهرس هادي ويخرج للفوق. كيفاش كنديروا نعرفوا هاد الباترنز اللي عندنا هو لو بري تيبقى غادي وكيتزير. لاحظتي هنايا في المثلث هنايا البري غادي تيطلع للفوق مابقاش غادي متوازي. سي بوغ سا حيدنا علينا داك الباترنز ديال الاشكال المتوازيين يعني غادي وكيتزير من هنا وغادي وكيتزير من التحت. اوكي دونك الشكل تيقرب لداكشي اللي بان لينا هنايا كيف ما موضحين لنا هنايا في هاد ليماج. ها هو غادي وكيتزير غادي وكيطلع للفوق البري وحتى هنايا الفوق غادي وتيهبط لتحت يعني هاد الشكل هذا كيحاول يوضح لينا بان البري غادي يكسر هاد لا ريزيستونس اللي كاينه هنايا ويطلع للفوق. نقدو هادو راه غير درت فلاك باترز في جوجل ممكن يخرجوا لكم بزاف الاشكال. ها هما اشكال كاينين هنايا واضحين حتى هما هذا متوازيين. اش غادي نديرو دابا غادي نرسمو لي سوبور ولا ريزيستونس ديالنا باش نعرفو شنو غادي نديرو. هذا هو تحليل لايف هذا صراحه عمري درت له شي تحليل حتى شي حاجه يعني انتم كتشوفوا معايا كيفاش كنديرو نحللو السوق باسهل ما يكون. غنحاولو نرجعو اللور وكنكبرو الجرافيك باش نعرفو المستويات اللي عندنا الكبار. غادي نبقاو غير المستويات اللي عاد خليناهم مؤخرا دونك كاين هذا المستوى هذا غادي ناخذ هذه ليني اوريزونتال. اوكي غنحطها هنايا علاش حيتاش كاين واحد الريزيستنس ماشي ريزيستنس واحد المقاومه هنا ماشي المقاومه زعما كيفاش بغيت نقول لكم يعني البري تيقاوم في ديك الجهه. اوكي يعني هنايا وهنايا
كيدير واحد الرياكشن واحد الباونس واحد كيف ما بغيتو سميوه. اوكي دونك نعاود نوضحو بالنسبه للناس اللي ما غاديش يبان لهم، كاين هنايا واحد الرياكشن يعني قاسو، هنا كان سوبور قاسو هبط، وهنايا عاوتاني ولا ريزيستنس قاسو وطلع. اوكي دونك هنايا كنظن بان هذه واضحه، هذا نيفو من لي نيفو اللي غادي نبداو نقلبوا عليهم من بعد اوكا اهبط الشيبه. غادي نحاولوا نقلبوا على دي نيفو اخرين الوغ منهم. دابا غادي ناخذ لا زون لان كاينين ما باينش هنايا فين هو النيفو بالضبط، دونك غادي نحاول ندير انا اللي كنرسم بزاف هو داك الريكتون المستطيل. دونك هنايا عندي بالنسبه ليا كاين واحد لو نيفو واحد لا زون واحد لا زون اللي تما كيقيس كيدير فيها واحد تذبذبات. اوكي دونك باينه هنايا تيجي تيقيس كيتفاعل معاه، نقدر نطلعها شي شويه بحال هكا هكا. دونك هنايا نقدر نشوفوا البري فهاد الجهه هادي فهاد المستوى هادي استقر فيه الشيبه من بعد. الو غادي نجيو دابا نرسموا عاوتاني اعلى نقطه عندنا اللي هي هادي، غادي ندير فيها غير خط بحال اللي درنا في الاول من الاحسن. اوكي هي هاد الجهه هادا. اوكي دونك دابا كيف ما كتلاحظوا كنحاولوا نحصروا البرايس ديالنا وكيولي كيبان لنا لو بري فين ممكن يمشي. يعني حنا ملي قلنا هنايا راه البري ممكن يكاسي فهاد الجهه هادي، ندير لكم لا فليش، يعني اوتوماتيكمون غادي يمشي لهاد النقطه هادي بسهله بسهله. اولا اوكاو هاد التحليل ديالنا كامل مشى خاوي وما صدقش، اشنو غادي يدير؟ اشنو غادي نهضركم شنو غادي يوقع؟ سهله، غادي يجي هنايا لو بري وغادي يهبط لهاد المستوى هذا. يعني حتى اذا ما نجحتش في هاد التحليل هذا ممكن ممكن كيفاش يقولوا لها، يعني نعوض مثلا ديك الخساره اللي خسرت او التحليل اللي خسر ليا ونمشي نسيدي هنايا ندير الباي ديالي، يعني نشري العمله ديالي ونسينها عاوتاني ونسينها عاود تطلع هنايا وهي غاديه. يعني ما شدتهاش هنا ممكن تشدها هنايا وهي غاديه. اوكي كان عندي التحليل مثلا فيه البيع غادي نبيع عاوتاني غنعرف بان المستوى المجي هو هذا اللي غيمشي يقلب عليه وهي غاديه. المهم بالنسبه لهذا راه غير مثال، هذا ما كاينش ما يبرش ان شاء الله غادي تزيد تطلع. دونك دابا فهمتوا كيفاش كنحددوا المستويات ديالنا، كيفاش كناناليزيو الجرافيك. كنضرب احسن مثال الصراحه خرجنا تعلمنا فيه واحد الباترز جديده، كنتمنى تكونوا فهمتوها مزيان. فوالا دابا غادي شنو غادي نديرو، غادي نساينو البرايس يتحرك وغادي نشوفو شنو غادي يدير. اوكي دونك نحاولوا نرجعوا للسيمانه الجايه اولا الاخر ديال السيمانه نعرفوا التحليل ديالنا فين مشى كيف ديما، بقاو نشوفوا غير شنو تيوقع. دونك ما نحاولوا نتعطلوا بزاف هذا الشيء، ممكن نرسم مستويات اخرين. هو كاين واحد المستوى هنايا نعاود ندير لكم فلاش، ها هو هنايا كتلاحظوا بانه قاوم، وهنايا عاود راه جا دار مقاومه اخرى يعني ريزيستال بري. يعني غادي نجي نرسم واحد الخط اخر هنايا، ها هو مستوى اخر ديال الدعم والمقاومه لقيناه وهي غاديه. اوكي دونك بالنسبه للشيبه كنظن بركه نحاولوا ما عندنا في الشيبه نهضروا على النيوز اللي كنطلعوا فيه غابيدمون. شيبا اينو باغيني ليستيوه روبين هود. روبين هود هي واحد البروكر معروف بزاف امريكان في يونايتد ستيت، مشاو سميتو المستخدمين ديال روبين هود مشاو واحد السيت سميتو change.org اللي هو فيه كيسنيو فيه واحد المعاهدات او الموافقات او البيتيشنز لي بيتيسيون. المهم انتما تكونوا فهمتوها. ومليون واحد مليون مستخدم ديال روبين هود طلب من روبين هود باش يليستيها، يعني ملي كنقول ليستيها يعني يدخلها عندها في الاكسشنج ديالها او البروكر ديالها باش يوليو كيتداولوها، علما بان روبين هود كانت دارت واحد ليستينغ ديال كريبتو موني العام اللي فات اللي هو ديال دوتش كوين، وكان اول كانت اول عمله رقميه تليستات هي دوتش كوين عندهم، وكانوا دخلوا ارباح كثيره. وتيقول بان اكيد بان روبين هود غادي تليستي الشيبا لانها الشيبا ولات كتصبح كتنافس الدوتش كوين. علاش انا غنوريكم. اوكي ملي كنهضروا على المنافسه ما بين جوج ديال لي كريبتو تيخصنا نعرفوا بزاف ديال الحوايج، نعرفوا شنو هما الماركت كاب ديالها، الفوليوم ديالها، شحال تريدات في اخر 24 ساعه، البرايس ديالها، بزاف ديال الحوايج. غندير لكم ان شاء الله فيديو بوحده على هاد السيت هذا سميتو كوين ماركت كاب، هنا في ممكن تتبع كاع لي نيوز، في ممكن تتبع اي حاجه طرات في العالم ديال الكريبتو موني. انا شنو طرا كان دوج كوين كان نورمالمون ما بين في 6 في 7 في الرانكين ديال ما بين 6 7 شحال هادي. الشيبا اينو كان فريمون ما كانش داخل حتى في العشره الاولى ولا غادي تيطلع تيطلع حتى فات دوج كوين في الكابيتاليزاسيون ديالو. يعني كما كتلاحظوا دوج كوين ولا مور شيبا باش ساشون كو لي غريب في الامر اللي هو لو بري ديال الشيبا
رخيص على دوت كوين، مع ذلك فاتو. حنا غادي نشوفو هنا كاين الماركت كاب ديال الشيبا والانو، هنا فاتو ولا 37 مليار واقيلا، هذيك ولا مليون مليار، 37 مليار ديال الدولار في الماركت كاب ديالها. دوت كوين فيها 35 مليار. اوكي، لو بري الان ديال شيبا انو اللي هو هذا البرايس ديالو 0.468، ودوت كوين راه واصل 27 سنت. هنايا الفوليوم ديال شحال، يعني شحال التريدات في اخر 24 ساعه، عندك هنا تقريبا 2 ديال المليار ديال الدولار، وشيبا اونو تقريبا 5 ديال المليار ديال الدولار. هنايا عندك سيركيليشن سبلاي، الا ما فهمتيش شي حاجه ممكن تبرك على هذه النقطه هذه وتفسر لك كل حاجه. The amount of coins that are circulating in the market and are in public hands. اوكي، دونك هنايا فين هو شيبا؟ هنا كاين تقريبا وانا وانا 1 2 3، انا اخوتي ما عرفتش نقرا هذا الرقم هذا. المهم 549 تريليون ولا مليار ولا ما عرفت شنو ديال العمله الشيبا كاينه. اوكي، وهنا كاين 131 واش مليار ولا تريليون هذيك ديال الدوتش، يعني العدد ديال الكوينز اللي كاينين في الماركت. اوكي، اذا كنت غلط ممكن تصحوني عفاكم، لان دوك الارقام بانوا لي كثار، ما عرفت الصراحه شحال بالضبط. حنا نرجعوا الموضوع ديالنا، هو الشيبا غلبات الدوتش كوين في الكابيتاليزاسيون ديالها في الماركت كاب ديالها، وغادي كتطلع ونتمناو تزيد تطلع، لانكم ما طلعتكم ما كنربحو حتى حنايا. دونك كنظن بان مع شيبا سالينا معاه، غادي نسينو دابا شنو غادي يدير. بالنسبه اللي غيسولني انا شخصيا شنو درت، انا مازال مهولدي، وزدت سريت 5 مليون ديال القطع ديال شيبا يلاه البارح. بالنسبه اللي بغى يتبع شخصيا شنو كندير، كنصحكم تدخلوا هاد لاباج تيليجرام، راه كنحط فيها كاع دوك الكوينز اللي كنشري اولا كنبيع، غتلقاوها في صندوق الوصف. اوكي، دابا ندوزو العمله المجانيه هي السولانا. الصوره اللي نشوف التحليل ديالنا واش مشى هو هذاك، الحمد لله كلشي مشى هو هذاك، نفس التحليل كنت قلت لكم شريو في هذه المنطقه هذه، وعاود طلع لو بري، عاود وصل لمنطقه الدعم. دونك هنايا عندك جوج احتمالات، يا اما نديرو السهم ديالي، يا اما غادي يكسر هاد الريزيستنس لان المره الثانيه اللي كيحاول يقيسها، يا اما غادي يعاود يرجع. هو لوجيكمون كما تقولوا دائما منين كيوصل البرايس الريزيستنس راه تيعاود يرجع، يعني نقول واحد 80-70% راه هذا هو السيناريو اللي خاصو يطرا، واحد 30% ولا 20% ممكن يكون بريك اوت وتهرس ويمشي عاوتاني البرايس يقلب على ريزيستنس جديده. ساشون كو مؤخرا كاين بزاف ديال لي نيوز على السولانيه، ممكن يكون شي زعما بريك اوت تما ويمشي يقلب على موقع جديد الفوق. اوكي، دونك ما كاينش اوكان شونجمون. الصوره بالنسبه لي شخصيا انا راه مازال مهولديها وما غاديش نبيعها، دونك مخليها هاد الساعه حاليا، نقدر كاع نزيد فيها. كنزت يا ربي كنزتها منين هبطت هنايا، كنزت عمرت. بالنسبه للصوره هادشي اللي كاين دابا حاليا، نقدر ندوزو فيت في لابارتي ديال لي زاكسيون بالنسبه للناس اللي كيهتموا بالاسهم. اوكي، الاسهم اللي نقدر نهضر لكم عليهم اليوم اللي هما فيزا وماستر كارد. شفنا فيهم واحد دروب، واحد طيحه كبيره، واللي كنظن انا شخصيا ديجا قبل ما ندير لكم هذا الفيديو هذه دخلت شريت فيزا وماستر كارد. حتى لو جروب ديال اي اعطى التوصيه ديال شراء الفيزا وماستر كارد، لان فريمون طايحين بزاف، عندنا واحد الكاب هنايا اللي سيرمون كاينه استراتيجيه ديال لي كاب. فوق ما تشوف شي كاب عرف بان غادي تعوض، عرف بان البري غادي يرجع كيف كان. يعني لاحظوا هنايا شعله كاب، يعني فجوه دارت، ولو بري ان شاء الله غادي تعوض، ضروري غادي يعوض هادشي كامل. بالنسبه ماستر كارد هي نفس الحاجه، ماستر كارد اوكي، ماستر كارد هي هادي، نفس تقريبا نفس الجرافيك ديالهم، نفس الحاجه. انا سريتهم بجوج لان في موقع مزيان هابط لتحت. فوالا، هادو بالنسبه لي انا كنديرهم في لون تيرم، اون فوا كيطلعوا كناخذ الارباح ديالي وكنعاود نساي نقطه شراء اللي لتحت باش نكبر البورتفوليو ديالي. بالنسبه قلت لكم بالنسبه للتوصيه ديال الاسهم راه ممكن تلقاوهم في لاباج تيليجرام ديال اي اي ا، غتلقاوها حتى في صندوق الوصف، وراه دايرين اوسي الفوركس والجولد ما الى ذلك. اوكي، اللي غادي يسولني على البروكر فين ممكن تريدي هذا الشيء في لوفي، راكم عارفين هو تي او ماركت، محتاجوش نعاودو هاد الشيء. كنظن باننا شفنا كل شيء من ناحيه الاناليز تكنيك ديالنا. اللي غادي نشوفو دابا هو واحد العمله اللي غادي نوصيكم تشريوها. المهم ماشي كنوصيكم، نعطي الافكار ديالي، ما كنوصيش شي حد يشري شي حاجه. اوكي، انا غير كندير التحليل.
اي حاجه درتوها كتحملوا فيها مسؤوليتكم، لان هادشي راه ماشي اللعب، هادشي راه فيه الفلوس ديال الانسان. ونعاود نفكركم ما تريسكي حتى شي فلوس ما قادرش تخسرها. اوكي، شنو هي اللي هي البولكادوت؟ اليوم عندنا واحد الضيف خاص بحال المره اللي فاتت كنا جبنا مهدي، دابا غنجيبو سينابيل اللي عنده لاباج ديالو انستغرام سميتها كريبتومانيا على ما اظن، الا كنت غلط صحوني لتحت. انا غنخلي لكم لاباج انستغرام ديالو، هو كيهضر بزاف على الكريبتومونيا وعلى الان اف تيز، حتى هو غادي نجيبوه ان شاء الله الا كنتو باغيين. خليو لي في لي كومونتير باش نجيبوه في شي فيديو خاصه. هضرنا على الان اف تيز وهضرنا اوسي على البولكادوت. اوكي، دابا شنو كاين؟ هو جا هضر معايا البارح قال لي امير سري البولكادوت قبل من 4 في الشهر. علاش؟ لان غادي نعاود نقرا لكم بالضبط شنو قال لي. اوكي، انا دخلت الانستغرام سميتو بعدا كريبتوما، ماشي كريبتومانيا، ما عرفتش علاش قلت كريبتومانيا، ما تهيج جاتني زوين. اوكي، قال لي قال لي الجينز ديال الشيبه حطوهم في الدوت، لي كراود لونز فون كومونسي لو 4/11، يعني 4 في هذا الشهر هذا. قلت له خويا انا الشيبه ما غاديش نخرجها، غنخليها خويا الاربع ديالي، ما يقدر انفيستي في الدوت، يعني نعاود نحط فلوس ونانفيستي في الدوت. انا ملي مشيت كنشوف الجرافيك ديال الدوت لقيته فريمون طالع بزاف، وصراحه انا راكم كتعرفوني انا كنامن بزاف بالاناليز تكنيك، ما بغيتش نشريه الفوق واخا تكون اي نيوز ما عرفت خارجه، ما عمري ما كنشري شي حاجه الفوق، دائما كنشريها في الوسط ولا في التحت. دونك قلت له غادي نصبر، ما غادي ندير حتى شي حاجه صراحه، مازال ما اقتنعت، مي هي ممكن كاينه امكانيه يزيد يطلع ابخي داك لا جورني. علاش؟ قال لي الفو لاشتي بور بارتيسيبي او زوكشن، جو سي با شنو كتعني هذه، هو غادي يفسرها لنا. قال لي وكاين لي بارا تشينز اوكشنز كي اورون ليو لو 11/11. C'est comme si tu participais à une ICO. ICO, il y a initial coin offering. يعني ملي كتكون لونسمون ديال شي حاجة كيبداو كيعطيو لي كوينز كي اوفريو لي جوطون. اوكي، هو غادي يفسرنا صراحة هادشي مزيان. المهم هاد لي دات ديال البولكادوت كاين 4 وحده 4 في شهر 11 و11 في شهر 11، مهمين وانصحني نسريهم قبل. مي غنخلي لكم مع لا في ديالو دو سبيسياليست باش يحاول يشوف واش يقنعكم اولا لا، واش يقنعني حتى انا ولا لا باش نسريها قبل هاد الوقيته. مي كيف قلت لكم حاليا انا ما درت والو باش لان بغيت صراحه يهبط ينزل البرايس ديالو عاد نقدر نشري، ما نشري من الفوق في اي انعكاس وقع عن قديمه حاصل الفوق الفوق. اوكي، نخليكم مع الميساج فوكال ديال سينابيل ونشوفوا شنو غادي يقول لنا ونرجع لكم. السلام عليكم، معكم مستر كريبتو وجيت نهضر لكم اليوم على البولكادوت ولي باراتشين اوبشنز اللي غيطراو على هذا البلوك تشين لو 11 نوفمبر. البولكادوت هي واحد البلوك تشين كرياها غافين وود اللي هو ليكس كوفونداتور ديال الايثيريوم. في 2014 غافين وود ديسيدا باش يخرج من ليكيب ديال الايثيريوم وبدا في ديفلوبمون ديال ويب 3 فاونديشن اللي هي لا فونداسيون اللي كريات البولكادوت اللي كنعرفو حنا اليوم. بما ان غافين وود كان هو اللي كتب اليلو بيبر ديال الايثيريوم وكان عارف شنو هما لي ديفو ديال هاد البلوك تشين وهاد لا تكنولوجي، حاول انه يبروبوزي واحد لا سوليوشن ولا واحد الحل لهاد التكنولوجي وهاد المشاكل كامله. البولكادوت كتميز بالريلي تشين ديالها، الريلي تشين اللي هي تعتبر العقل المدبر ديال البلوك تشين. هاد الريلي تشين جايين لاصقين فيها ودايرين بها واحد لي بيتيت باراتشين، وهاد لي باراتشين هما اللي غادي نهضروا عليهم دابا في لي زوكشنز ديال البولكادوت. ال 11 نوفمبر بولكادوت غتحل لي اول مره لي باراتشين اوكشنز. الهدف ديال هاد لي باراتشين اوكشنز هما يعطيو الفرصه لي بروجي اللي باغيين يتانستالاو في البولكادوت ويخليوهم يستافدو من كاع الانفراستركتور ديال البولكادوت كيف ما قلنا قبيله. هاد القضيه كتسمى بلاي بيو ولا انيشال باراتشين اوفرين. هادي فرصه مهمه لكاع الناس اللي باغيين يدخلوا في دي بروجي اللي باقيين ما خرجوش وياخذوهم بثمن مزيان. دونك ملي كتشري البولكادوت ديالك ولا الدوت ديالك تقدر انك تمشي تحطو في ان بروجي وتبارتيسيبي معاهم. كيفاش؟ كتعطيهم الدوت ديالك وداك الدوت ديالك تحبسوه لواحد المده ما بين 6 شهور حتى 6 سنين، الماكسيموم 6 سنين. كتعزل البروجي نتايا اللي بغيتي تحط فيه الدوت ديالك، هذاك البولكادوت ديالك ما كيقيسوهش، كيخليوه كيتبلوكا، ما تقدرش تقيسو لمده عامين، هذيك المده اللي قالوا لك هما. اون اتوندون هما تعطيوك التوكن ديالهم، يعني البروجي باقي ما خرجش باقي ما مليستيش، فاش كيخرج التوكن كيعطيوك انت الاول من هذوك الناس اللي بارتيسيباو في لي باراتشين اوكشنز. اون فوا تعطيوك هما داك التوكن ديالهم تقدر انت تبيعو ديريكتومون ولا تقدر تخليه عندك وتهولديه. حاجه واحده خاصك دير في بالك، ان داك البولكادوت اللي عندك واللي مبلوكي راك ما تقدرش تقيسو وغادي تاخدو من هنا لعامين. اوكي، كنتمنى التفسير ديال سينابيل يكون عجبكم. الا بغيتو تتابعوه انا غنخلي لكم لاباج انستغرام ديالو، ممكن تهضروا معاه تما وتسولوه وقترحوا عليه يدير لكم لايف ولا هذا، ولا كنتو باغيين نجيبوه في القناه ديالنا خلي لي
غي لي كومونتير ونحاول ندير مع شي وقيته ونديروا شي لايف ونذكروا اونصومبل. كنظن بالنسبه ليوم هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لاسمين هادي. نقدروا نعاودوا نديروا حاجه اخرى في الاخر ديال السيمانه علاش لا. كيف ديما كنقول لكم خليوا لي اقتراحات ديالكم على اي حاجه. سولني واحد الولد في انستغرام قال لي رقيت تماك في العنوان, قال لي كيفاش نعرف اين كريبتو نشري, وهذا سؤال مهم الصراحه نقدروا نهضروا عليه في الفيديو الماجي باش نوريكم. لان شي مرات حتى كتجي كتسمع سايتاما سولانا ادا ما كتعرفش مين كيجيبوا الناس داكشي, مي راه ساهله خاصك تكون متبع واحد السيت اللي معروفين هما اللي كيوريك لي كريبتو اللي كيطلعوا اللي كي اللي عاد خرجوا دايرين شي بروجي واعر. المهم داكشي غادي نهضروا عليه في فيديو محدد ان شاء الله بوحديتها. كنتمنى تكون عجبتكم هذا الفيديو هادي وعمت الافاده, ما تنساش بارطاجي مع اصحابك, لايك الى عجبتك الفيديو, و الا كنتي مازال ابونيت ابونا انضم للعائله ديالنا, تبعني في انستغرام, نتشوفوا في الفيديو المجي ان شاء الله. تشاو.